انتظارك؟ تبقى دي غباوه كده. اسمها انا في انتظارك. في انتظارك يا ماما عشان ما نبهدلكيش معانا. اوعى تبوظ الفن. ايه اللي ديت؟ انا من انتظارك ملي. لا ما بدهاش. بقى العقاب. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. ممكن ادوق من طبقك؟ اتفضل. في انتظارك. ممكن اتفضل. في انتظارك. لا هنا احلى. انا عندي ناقص ملح. يبقى في انتظارك. في انتظارك. انا في من انتظارك مليت ناري في ضلوعي وحطيت حطيت حطيت. وانا ايش عرفني حطيتي ايه السعادة انتي؟ ايش عرفني انا؟ حطيت ايدي على 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 انت يا فجرة؟ على اي حتة وعديت. الحمد لله ظلمنا البنت. على اي حتة عادي بقى. اتكلم جد. على اي حتة؟ عادي عادي. الحمد لله. تشكر. يا ريتني يا عمري ما شميت. احلى حاجة فيكي حفظك للكلمات بصراحة يعني. لا ما شاء الله البنت بتسمع. بتفكرني بزمن الفن العظيم. ما شاء الله. تعرف يا خالد؟ بترجعني لايام زمان. زمان ايام الناس اللي كانت بتكتب وتقول. فاكر رياض ياسين؟ ايه فاكر ايام احمد رامي؟ يا رياض السنباطي. كوفي عنان. البلد مش هتجيب رقاق زيك يا كوفي. الله مسيه بالخير. لا يا كوفي ده ما يتعوضش يا خالد. الله مسيه بالخير بقى. ولا ام كلثوم؟ كبرياء. العزه. كرامه. الشموخ. فاكر رياض كانت تضرب المنديل من دول؟ تقف على المسرح وفي شموخ تقول على دول يما يما على دول. ايام. فين ايام ست الكل؟ زمان. بتغني لمين يا بنت عمي؟ فارس احلامي اللي هيخطفني على الحمر الابيض. ايه ده ايه ده؟ انت سكرانه؟ انا سكرانه؟ امال بتتطوحي كده ليه انت؟ مش شم. انت بشم هيروين؟ لا 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 بشم بنزين. 80 ولا 90 يا فجرة؟ 90. نضيف زي القش. تضربي اس كلها يا بنت. طالعين خل. نعم. انت بشم بنزين؟ اه. خليها تفول بعيد ما تفولش في وشي. ده احدث كيف يا اهل الدماغ ومس ان هو رخيص ومتوفر. انا اروح محطة البنزين وادي مناخيري للراجل وقال له فول 90 يوم دبب الخرطوم في مناخيري واسحب. انا بقى اروح الاس اول ما يشوفوني داخله بتطوح امسك يالا شمامه هيروين خارجه على القانون ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هيروين اخرج واحدفهم بالطوب. صلاه النبي بتحدف الحكومه بالطوب. دي عارف العيله ليه؟ بتقول لك بتعمل دماغ بالبنزين. دي مصيبه سودة. قال يعني البنزين بيعمل الدماغ اللي على حق. هو في حاجه تانية؟ فين ياض ايام الدماغ اللي على حق؟ إيه؟ فاكر ايام زمان؟ إيه؟ مش عارفه مصلحتها فين واحنا في سنك يا قطه كنا بنضرب زبل حمام الغيظه الصح. 35 شاب تحت الغيه ويا زبل الحمام يا مطلع عليه ريش زمان. ايه ده؟ مالك يا اس؟ انا مش مرتاح لكم. ليه؟ انت بنزين وهو زبل حمام. ده انتوا عيله زباله بصراحه. جاتكم القرف. احكي لي فرحيني يا خلف الحبايب. لما التانك يفضى ومؤشر دماغ يجي على الزيرو تجري على محطه البنزين تفولي 90. لا اجري على بتاع البويات. وبتعملي ايه عند بتاع البويات؟ اشم كله. كله؟ كله يا بنت الملزقة؟ تعمل ايه كله دي؟ دماغ عالية قوي وإذا ما لقيتش كله شم غيرها. غيرها؟ وأجري على الاسم. امسك يالا شمامة هيروين خارجة على القانون ياخدوا عينة من دمي ما يلاقوش فيها هيروين عشان خاطر يضطروا يدخلوا البنزين وكله في المخدرات وابتدوا يقبضوا على اللي بيشموه. الحمد لله قفلوا عليكي كل حاجة. تعملي دماغ بإيه تاني؟ بالكريم. كريم ايه؟ الكريم بتاع البشرة. وده يعمل ايه ده؟ دماغ عالية قوي. دماغ عالية؟ ده انا على كده واكل مصنع يا بنتي. ومس ان هو في نفس الوقت ملين. يا مسهل. النهارده الصبح شريت علبة كريم وقمت حطاها في نص رغيف واكلاها. سندوتش كريم؟ وطلعت على الاسم وانا فله. اول ما شافوني داخله بتطوح قالوا لي بس حطينا كله والبنزين في المخدرات. قبض عليا وخدوا عينه من دمي مالوش فيها ولا بنزين ولا كله. لقوا كريم؟ لا لسه ما اكتشفوهوش. طب وفريدي اكتشفوه؟ هتلاقي الف حاجه وحاجه تعمل بيها دماغ صراصير نمل. هو انت بتعملي كده ليه؟ بكيف نفسي. يعني ايه بتكيفي نفسك؟ يعني بروق العمه. ايه بتروقي العمه؟ طب اندهين يا مريم ما انا بروق الشقه كل يوم. يعني جت على العمه بتاعتي؟ يا ابني انت عبيط. إيه؟ بصلت للفخ. لا انت اللي عبيطه. ليه بتروحي الاسم ليه؟ عشان اغيظهم. بغيظ القانون واستفزه. انا كده ما احبش حاجه تقيد حركتي. احب اعيش حره مفلوته ماليش كاسر. وتغيظ القانون ليه؟ القانون ده بينظم حركات الحياه. يعني حركات الحياه ايه؟ انا حره في الحركات اللي اعملها. اتحرك كده اتحرك كده اتحرك.
الاسم. إيه؟ الكريم صيح الحركات على بعضها. يبقى ده كريم لوسي ده. يا بنت انا ما اقصدش الحركات ديت، انا اقصد ان القانون بينظم الحركات الوضعيه. اولا الدكتور اللي بينظم الحركات الوضعيه. يخرب بيتك انت عامله كده ليه؟ اسكت، مش انا النهارده الصوت زين. طب فرحيني بقى، الصوت ايه؟ وز، بط، سمك، عصافير؟ لا لا لا، الصوت شبان. ايه؟ الصوت شبان ازاي؟ كده يا ولا كده. يا ولا كده؟ اه. انت هتموتيني. ليه؟ تعملي بيهم ايه الشبان دول؟ لا ما تكسفنيش بقى يا اسم. خدي هنا انطقي. تعملي بيهم ايه؟ بعمل بيهم دماغ. بتشميهم؟ حد يشم؟ لا 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 لا، بعمل بيهم دماغ كلام. وكلام يعمل دماغ؟ اه طبعا. ازاي؟ انا بدور فيهم على فارس احلامي، انا عايز اعيش، نفسي اعمل كل اللي نفسي فيه، انا صح بشم كله وغيره وباكل كريم بس صاحيه لنفسي. بس اللي بتعمليه ده غلط. ما انا عارفه انه غلط. طب بتعمليه ليه؟ ايه اللي تأدب؟ وايه لازمته يبقى شكل قليل الادب قدام الناس؟ عشان بحب الغلط. حد يحب الغلط؟ يعني هو اللي بيشرب سجاير مش عارف انها غلط؟ اه. طب واللي بيسرق مش عارف انه غلط؟ اه طبعا. طب اللي بيعتدي بقى على حريات الناس ويلجم لسانتهم ويشردهم ويطردهم من بلادهم مش غلط؟ اكبر غلط. بس انت الوحيده اللي فاكراه صح، بس هو غلط. انا اتحداك يا مريم. الغلط والصح ده وجهات نظر. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه صح 100% ومفيش حاجه غلط 100%. هو انتوا كلكم فاكريني ذكي قوي كده؟ ما تفسروا كلام. عندك احنا اهو كلنا ولاد عم. أه. بس كلهم ضاربين وكل تصرفاتهم غلط. اه. لكن عشان هما بقى متداريين ومن تحت لتحت باينين صح. اه. انما انا بعمل غلط لان وجهه نظرهم ببجاحه. اه. يبقى مين فينا الاقوى؟ اه. اه ايه؟ خلاص فك على الموضوع. ده انت بخولتيني خالص. تلعب كوتشينه؟ نلعب ما ورناش حاجه. تلعب 31 ولا شلح؟ ايه؟ تلعب 31 ولا شلح؟ اه. لا شلح. طب يلا. ايه؟ هو انت ما تقوليش لا ابدا. لا لا، هو في ايه؟ احنا هنا في الصاله. انا بهزر معاك، هنلعب التلات ورقات. طلع البيت يا اسم. البيت ديت؟ لا استنى، علق الاول. علق ايه يا حسره؟ ده معيش تعريفه. ليه والساعه اللي في ايدك دي؟ لا. ايه؟ الا الساعه. ليه؟ ده انا معلم بيها ايدي الشمال. لا بتلخبط بينهم يا مريم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا معلش معلش. يلا نلعب بقى. نلعب حاجه محترمه. ما دي محترمه. يعني تاخدي حاجات تقولي لي محترمه؟ تعالي بس. ايه؟ اقول لك. ايه؟ تيجي نلعب فوازير؟ ماشي. طب تعالي. هقول لك فزوره. قولي لي. ها. اسم دوله اوروبيه. اه. لو حطيتي على اخرها نقطه تبقى اسم عالم ذره. ايه؟ لا غلوب حماري. يا بنت فكري كويس، اسم دوله اوروبيه لو حطيتي عليها نقطه تبقى اسم عالم ذره. غلوب حماري. قطر. لو حطيت عليها نقطة هتبقى قطز. قطز قطز. هو قطز اسم عالم ذرة؟ يعني هي قطر دولة أوروبية؟ ماشي حلوة يا اسم، تعالى أما أقول لك فزورة بقى. نلعب بقى شوية. أقول لك فزورة. يلا بينا نلعب، يلا هوب، يلا بينا نلعب، يلا هوب، يلا بينا نلعب، يلا هوب. لعلمك يا مريم انا عمري ما جبت سيره لحد اني اهبل. ليه يا اسم؟ تواضع. تواضع ايه يا ابني؟ صدقيني ولا باين هبلي قدام حد، اتعامل على اني انسان عادي جدا، قمه التواضع. طب انا مش عايزه العب اللعبه دي تاني. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايزه العبها، ممكن اقول لك فزوره؟ اه لا تحت امرك. عادي وديع؟ طيب بص. عندنا حمار وأرنب وماعز محبوسين في أوضة، يخرجوا منها إزاي؟ ده سؤال صعب. حمار وأرنب وماعز محبوسين في أوضة؟ آه. مريم. ها. الأوضة ديت ليها باب؟ آه ليها باب. يبقى سؤال صعب. طب الباب ده مفتوح؟ آه مفتوح. ده صعب جدا كده. طب أنا رأيي يخرجوا من الباب عادي. ما هو ده بالظبط كان رأي الحمار. حلوة قوي. أنا بيتك. خمتيني. يلا نلعب بقى شوية. نلعب إيه؟ يلا بينا نلعب، يلا هوب، يلا بينا نلعب، يلا هوب، يلا بينا نلعب، يلا هوب. أوه. التخلف ده. بقول
ايه؟ ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ايه رأيك في عبطي؟ هايل. شفتي اعبط مني؟ لا طبعا، هتشوف فين؟ طب والله يا مريم ما جبتي سيرة لحد انه عبيط. ايوه مفهوم يا قاسم، تواضع منك. لا بخاف من الحسد. حسد ايه؟ ده لو حد عرف ان عبيط امسك الخشب على طول. تعالي. لا انا مش عايزه العب. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايزه العب. ليه ايه اللي ضرب؟ بقول لك ايه، الكرسي في وشك. تعالي بس. مش عايزه العب. يا بنت تعالي نلعب شويه. لا. طب مش عايزه العب؟ اه. عايزه ايه طيب؟ مش عارفه، انا مش عايزه، انا عايزه امشي. يخص عليك يا مريم، يخص عليك. يخص عليكي؟ لا. لا يخص عليكي. لا يخص عليكي ازاي؟ لا يخص 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 عليكي فعلا. لا ما بحبش كده. تمشي ازاي؟ معلش. طب نلعب فوازير، بلاش لعب. طيب قول. تعال. طيب قول. تعالي. طيب ايه مريم؟ ايه؟ لا فكي نفسك. اه ما انا فك. ايه مريم؟ ايه عصبيه انت خالص؟ لا خليكي يعني عادي. اه حاضر. لا فكي فكي يعني. خليكي سيري لك يعني، ما تبقيش. ايه؟ افتكرت. اديكي شفت الهبل وشفت العبط، اوريك التخلف. لا لا خطار. التخلف كويس. لا 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 والله. لا لا هتندمي. لا دي فرصه. لا راسك هتبقى تحت ورجليك فوق. والله هتندمي. استغلي فرصه ان انا منفعل. في ايه يا مريم؟ مالك؟ قرف. انا قرف؟ ده انت كلك قرف. ازاي؟ جه منين القرف؟ منين؟ طب تعالى خلاص نأجل التخلف يا ستي. بلاش تخلف. انا مش عايز ازعلك والله. طيب تعالى هقول لك فزوره. طيب. طب اقعدش. حاضر سيب ايدي. طب اقعدش. ما انا هقعد. طب اقعدش. هقعدش ازاي وانت ماسك ايدي؟ سيبني. لا ما سيبكيش. ليه؟ شكلك هيفلت. لا مش هفلت. لا ما بحبش اللي يفلت مني. بقولك ايه؟ اقعدشي. انت جايب الدنيا يطورني بس معايا. سيبني يا مريم. اقعدشي يا ابني. هقصفني بقى، ابوس ايدك. طب اسيبك وما تفلتيش. مش هفلت. وعد. وعد. طيب ايه؟ هو انا فرخه بتحلق عليا كده ليه؟ ما تحلقش عليا خلاص. اقعدشي. اهو اهو. بيتك 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 بيتك. اقول لك فزوره بقى؟ اتفضل. بقول لك ايه؟ لو عندك شويه نمل في الشقه تموتيهم ازاي؟ ارش. في بيتك. ده انت مقرفه قوي. مره من نفسنا، ده انت حرينا. ما بيموتش بالرش. اتفضل. اقول لك انا. تجيبي شويه سكر وشويه نشوق وعشر بلاطات رخام. اه. النملة هيجي عند السكر عشان ياكله، هيشم النشوء، هيعطس، هيخبط راسه في الرخام، هيموت على طول. حلوة. حلوة. اه بس أنا مش عايزة ألعب معاك تاني. ليه؟ ليه إيه؟ ابعد. تعالي هنا ما تفلتيش يا هبلة. يا أولاد عمي. يا أولاد عمي يا رمم. فينكم يا شحاتين؟ محدش بيرد عليا ليه؟ الو 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 الو. ايوه مين معايا؟ الو. ايوه الو. ايوه الو. الو 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 الو. يوه يبقى الشبكه وقعت تاني. مين معايا يا هند؟ سامعاني كده؟ مين مين؟ انا الوكيل يا هند. اهلا، ازيك يا وكيل؟ انت ايه حكايتك يا هند؟ كل ما اطلبك تقولي لي بره الخدمه بره الخدمه. انت طلعتي على المعاش؟ وحشتني وحشني خفة دمك. انت فين؟ قولي لي، في حد مديانا سأل عليا؟ لا ما حد سأل عليك. ولا واقفين لي تحت البيت؟ انا جاي من بره ما فيش حد. ما انت مدهوله وممكن تسوحيني، انا هتصرف واجي. طب يلا تعالى بسرعه عايزاك. يا ولاد عمي يا رمم يا شحاتين، بليز تعالوا. انتوا فين؟ اهبل وسهلا. اهبل وعظيم. الاثنين. ميرسي يا هند ميرسي. فين مريم هانم؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا حبيبتي خالد بيه؟ مساء الخير مدام كرات الدم الحمراء. اهلا إيه؟ وسهلا. تعالى اما احكي لكم. امورينا. مش انا انتهزت فرصه ان النهارده الحد. أيوة. قلت اروح سوق الخميس. اللي بيفتح يوم الجمعه يمهل ولا يهمل. اللي بيبيع الخرده، انا بموت في شراء الخرده. انا ناوي ادخل موسوعه جانس. هي كل شويه تقول لك عايزه تدخل الموسوعه، لو دخلتها تضيق. ايه؟ هتدخلها في التخلف العقلي ان شاء الله. ترى يا ولاد عمي يا شحاتين اتفرجوا واحكموا. وريني. يا فتحي يا عيد تعالى افرجهم وغيظهم العيال دول. وريهم يا ابني.
الجدع يقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ اول كرسي اعدام في التاريخ. نهار اسود وبيشتغل ده هند؟ اه جربته قبل ما اجي، عدمت صاحب المحل. هند هند ممكن اقعد ست السيد عليه مره؟ من عينيا ده انت تؤمر. كتر خيرك يا هند، جايبه الخرده 50,000 جنيه بس. يخرب بيتك. فلوسي وانا حره فيها. احنا معناش جنيه واحد، احنا ولاد عم. انا خدت منكم حاجه اتفرجوا على التحفه الثانيه هتقولوا ايه؟ تعالى يا فتحي اتحرك وغزه. الله اكبر الله اكبر، دفعت فيها كل فلوسي. ايه دي؟ الجدع يقول لي دي ايه؟ دي ترومبه بنزين؟ غلط. قول يا خالد. مكعب مرق الدجاج ماجي بس كبير شويه ممكن؟ يا ريت ما سالتك، اسال النصح بتاع البيت. قول يا قاسم دي ايه؟ انا؟ اه دي ايه؟ عرفتها؟ اه دي ميداليه. يا ريتني ما سالتك، دي ميداليه؟ امال دي ايه؟ دي كاميرا. محدش هيصدقك. امال مصدق انها ميداليه؟ طبعا دي اول كاميرا في التاريخ. يا سلام، بتطلع الصور ابيض واسود. يا نهار اسود، صورنا صورنا صورنا. قلت لك بنص مليون جنيه. بنص مليون جنيه دفعت فيها كل فلوس. انا جبت لك خرده احسن. بجد؟ والله خرده هتعجبك قوي. سبحان الله تعالى فيها. حيلة بجد، بفهم في المقتنيات يا ابني. طيب اتفضل يا ترى قولي دي ايه؟ دي ولاعه. ذكيه ذكيه. يا سلام. والولاعه بتعمل ايه؟ بتولع. برافو عليكي، اهي دي بقى ما بتولعش. شفت القيمه الغذائيه؟ قالي ليه اللي ما بتولعش دي؟ والخيسة هند؟ بكام؟ بنص مليون. ما سمعتش. طب بنص جنيه؟ أنا بتقلصوا على المقتنيات؟ المقتنيات دي كنوز لا تقدر بمال. بكرة لما ادخل موسوعة جانس خد السنوية بقى وتعالي كلميني. وابقى اول خردة جاية وشك في الحيط وفاكلية. جرايا يا ولاد عمي يا شحاتين، متغازين عشان انا معايا فلوس. جات كنيلة على ولاد العمي. مش بتوعك؟ لا والله انا ما اشتريت حاجه. انتوا كنتوا لوحديكوا كده؟ فين الصناديق؟ فين؟ بص وراك. ابص ورايا ليه؟ بص بس عشان تزوغ يا جبان. بجد بص 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 كده. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء. فهمت مين دول؟ دول الموت علينا حق يا فراس. خالد بص كويس. شفتهم؟ ايه؟ سبع مسلحين. سبعه ازاي تتبصي في نظرك؟ ثلاثه فرط واربعه في بنطلون واحد ورا. خالد دول مسلحين. دول عايزين وحش. استنى ما تتهورش. بيتنا مش مشاع. انت معكش سلاح. سيبني. اسمعني. سيبني. اسمعي، دول مقتحمين البيت. بيتنا مش جنينه. ايوه. بيتنا مش كازينو. افهمني. سيبني. خالد. سيبني يا جبان. بلاش يا خالد. سبتني؟ اه. يا واطي. والله هو خلاص اتورطنا. اوعى. يا ابني بلاش. كنت فاكر كان هيهون عليا لما اربع شباب زي الورد يروحوا في بنيه. في بنيه؟ صياو قله ادب. هدمرك. ها؟ سؤال وتجيب من احسن احسن. سؤال وتجيب من الاخر. مين النادي اللي واقف هناك ده؟ انت اللي مين؟ اسطر يا رب. انت اللي مين؟ خالد. خدامكم خالد يا جماعه. حضراتكم اللي مين؟ ايوه انتوا مين؟ دول ديانا يا فندم. وانت هنا جايين عندنا يضربونا ليه؟ ما هو الوكيل ابن عمكم بدل لهم. احنا مالنا ومال الوكيل؟ الوكيل مش موجود. اطلعوا بره. يلا بقى. يا هند كانوا عايزين يوقعوني في الكلام ويعرفوا الوكيل هيجي امتى. عملت ايه يا ولد؟ ما رضيتش اقول لهم غير لما خدت 20 جنيه. انت مفصول مرتين ومصممين يقابلوا الوكيل ويا الذبح يا القتل. الوكيل هيتقتل وارتاح منه اخيرا. ده ما عندكش دم. لا ده بدل ما تساعده يسدد ديونه هيتحرق. ده ديونه كتير قوي. انا شخصيا غلبانه ومعيش فلوس. اه مين سمعك؟ لا مش مين سمعك. ادي الوكيل فلوس. هو انا معايا فلوس؟ ده انت على قد كده. بقول لك ايه؟ تريرين تريرين. موبايلي فين؟ ايه ده؟ تريرين تريرين. ايه ده؟ موبايلي موبايلي. تريرين تريرين. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هو الجرس بقى في بوقك؟ تريرين. خدمه جديده دي مثلا؟ والفاتورة تجيلها فين؟ في ودنها. استنوا. الو الو. ايوه انا هند. ايه خسرت كل فلوسي يا حبيبتي؟ صورت يا هند. بقول لك ايه؟ الوكيل اقتصاده بايظ. انت الوحيد يا اصحاب البيت. معاكي فلوس يا اصحاب البيت. يا اصحاب البيت. اي 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 اي. مين الوليه اللي بتحزق دي؟ ده ازماجد صاحبتك. شوفوها بسرعه اتحركوا. يلا. الله، دي واحدة ست حلوة قوي. خليها تتفضل. عايزة ايه يا ست؟ ممكن يا حلو يا اسمر يا ابو باروكة سيراميك انت ممكن ادخل الحمام عندكم لحظة؟ طبعا ممكن. ده عشان ما نستأذن اصحاب الاسمر. بقولك الحمام وانا في الشارع ظروفه وحشة.
الساعة 6. ما شاء الله مظهر قوي. ما شاء الله. ايه اللي دخل علينا ده؟ باين ست. لا ما تقوليش دي ست. لا 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 دي 16. وايه اللي لابسها في رجلها ده؟ سمكة؟ سمكة معقولة؟ تحفة الست دي. يا ربي ايه دول؟ ستات ولا الكنبة طلع لها دمامي؟ نعم 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 نعم، انت اللي بتقلسي؟ أو النبي ستات. اه طبعا. اهي دي ست ودي وقعت منها. وقعت مني ازاي؟ والله وقعت غصب عنك، انت مش واخدة بالك. اتعورت دم فوق ودم تحت وكدمة زرقاء في النص. يا ست دي. اه والله. انت عايزة ايه يا ست انت؟ بس الحمد لله ان الشقه دي طلعت شقه الستات. آه. كنت خايفه موت تطلع شقه طلبه. لا مش طلبه، ستات. عايزه ايه بقى؟ هقول لك كل حاجه. انت ليه عصبيه؟ اتفضلي قولي. انا اسف، العجله بتاعت عربيتي نامت قدام البيت بتاعكم. آه. السواق وهو بيغيرها العجله الثانيه الاخرى نامت. آه. اصلهم كانوا سهرانين للصبح. هما مين؟ العجلتين يعني. عجلتين سهرانين؟ آه. فقلت بعد إذنك يعني أدخل حمام عندكم أخذ الدواء الفوار بتاعي وأمشي. ممكن؟ ممكن. حمام فين؟ قدامك أهو. ميرسي. بس بسرعة. ميرسي. إيه ده؟ نعم. إيه ده؟ عايزة إيه؟ أنتوا عندكم أربع حمامات؟ ليه؟ خلاس أخش أبو بانيو. بانيو إيه؟ إيه ده؟ الست دي؟ يا نهار أسود، ده الشطافة بتاعته طويلة. إيه ده؟ إيه؟ لا لا لا، إيه ده؟ ما يصحش. إيه ده؟ إيه ده يا رشاش؟ آه. بوليس، انتوا بتحاصريني يا عيني. اسكتي. اتنين امناء شرطة وظابط وبوكس. يا دي النيلة. لا ماشيني من هنا يا مدام. يا ريتي من انا ست وحدانية اخاف على نفسي من فتنة. انتي فتنة؟ اخاف على نفسي، ما اقدرش اقف وسط الرجالة دي لوحدي. تخافي على نفسك من ايه يا زحلفة انتي؟ تخافي على نفسي من الفتنة يا خنفسة انت.